الأمانة أنه المجلس الحالي ديال الجماعة الصغيرات هو مجلس ارتجالي، مجلس ذو قرارات انفرادية. لماذا؟ لأنه ملي كنجيو لبعض الأمور حتى لو جينا ملاعب قرب وكنقولوا واحد القرارات اللي هي ضد القوانين اللي مسطرة ملاعب القرب، كنا في واحد الدورة كنا كنقولوا بأنه الملاعب القرب غيكون فيها هي جات واحد كانت واحد المذكرة أو لا قرار كان عاملي ديال المبادرة واللي فيه واحد 100 درهم كيأديها كل جمعية الجماعة باش تلعب داك الساعة ديالها في داك الملعب ديال القرب. فإذا به المجلس جاب أنه قال لك غادي يقدر هو عنده الإمكانية باش يخفض ديك رغم أنه ما عندوش الإمكانية القانونية. قال لك عنده واليوم راهم رجعوا لهاد المشاكل ديال الملاعب القرب رجعوا ليها. إذا هنا كاين واحد التصور انفرادي لأنه في شخص مثلا مسؤول ديال الجماعة عندما يكون مسؤول جماعة كي يعني كينطق بواحد القوانين ولا ينطق بواحد القرارات اللي ما عرفهاش، لانه هنا فين كيكون مسؤولية الجماعة. اما يقول لك انا كنعرف جهة عليا ولا جهة سفلى ولا جهة، هنا راه كاين خطر بالنسبة كاين حوايج خطيرة داخل السير ديال الجماعة. راه ما عمرنا نكونوا اللي بغيت نسيروا واحد الجماعة راه كاين فريق، هذاك الفريق كيكون عارف انه كاينه قوانين كتاثر المنهجيه ديال التدبيريه ديال داخل الجماعه. ولكن اليوم مسرح في الامور ديال داخل البرنامج او المهرجان اللي دار مؤخرا هي مهزله بكل المقاييس، لانه لا يعقل انه مهرجان تصيب في الجماعه ويجيو مسؤولون ولا ناس في جماعات اخرى قبل من 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 نكمل كنرحب بالمستشاره صفاء تدمو، هي مستشاره معنا في المجلس وكنرحبوا بها مشكور. اذا باش نتمم لكم انه لا يعقل انه مهرجان فيه العشوائيه وفيه التخبط في بعض القرارات. علاش؟ لانه في الاول كانت دعوات، حنا بعدا كمعارضه ما جاتناش دعوات، هذا باش نسطروا على واحد الحوايج لانه باش نحيدوا واحد المغالطات في الامور. الدعوه كتكون معروفه جايه من المجلس ومؤشر عليها يعني مختومه من طرف الرئيس انك توجه للمستشارين. اذا هنا كاين الامور اللي ما كت اللي ما كت اللي ما كت اللي ما كت اللي ما كتبشرش باننا غندبروا بشكل جماعي كما درنا في هذه الفتره اللي دازت، كنا كنصوتوا على جميع النقاط اللي خاصها تدوز. فاليوم الاسئله العارضه حنا ما يمكنش نخدعوا الناس ديال الصغيرات، ما يمكنش نجيو ونسكتوا ونمشيو على هاد الحوايج حتى تدوز واحد الفتره، راه خاصنا اليوم يتصحح المسار. باش يتصحح المسار يعني يا اما نسيروا يا اما نحطوا السوالف ونحطوا المسائل ونقولوا راه ما قادرينش نمشيو بحالنا، لانه المجلس الجماعي لا الصفقه. راه حنا جربنا الناس، كنا كنستبشروا خير، كنا كنتمناو يكون ما احسن هذه الجماعه، كنا كنتمناو يكون، ولكن اليوم هذه الصفقات ولا هذه المهرجان هي اول امتحانات، كانوا امتحانين حقيقيين للمجلس، امتحانين يعني كنا غنشوفوا منه واش فعلا غيكون ما احسن هذه الجماعه. للاسف الشديد انها تعطات صفقه لمرشح انتخابي ديال ما احسن، وتعطات حتى اللي داخلين في هذه الصفقه يعني اللي لا شيك اللي معطل الجماعه يعني الناس ديالو ربما على ما حسب سمعت انه عندهم بون كوموند تبع الجماعه يعني كيخلصوا شي بشي. هذه سابقه كاينه ما يروج داخل الفيسبوك يعني انه كاينين بعض شي حوايج اللي حشومه انها تدار ولا حشومه انها كان اليوم تبوريده. ما لا يعقل انه كاينين الناس تبوريده، حنا مع تبوريده وكنقول تبوريده والناس ديال الصغيرات عامره يعني حبله بالصربات ديال تبوريده. فاليوم كيجيو ناس من جماعات اخرى كيسيروا وكيستضفوا ناس ديالهم داخل الجماعه ديالهم، كيصطادفوا ناس ديالهم بانها بحال هذه اللي كينطبق عليها الحب والبرد من دار الجماعه، هي هذه ديال هذا المهرجان. فالمهرجان كان عنده يعني استدعاءات ما كانش، لانه استدعاءات كان اليوم كان في الاول هو واحد الخلط ما بين استدعيو وداروا الجماعات ونظم شويه داركوها خطا جسيم حيدوها وسموها
مهرجان صخيرات المهرجان صخيرات مهرجان تبوريده بصخيرات ما عطاوهاش اسم واش تابع للجماعه ولا تابع لشي جمعيه دخل لان ما يمكنش تمشي لتبوريده والمجلس لا المجلس ما معنيش اذا لا كنت المجلس اللي منظم خاصه يكتب في الاستدعاءات ولا في لافتات على الشوارع بانه المجلس الجماعي للصخيرات ينظم المهرجان التفورسيه ويجيو ليه الناس اليوم علاش المستشارين ما جاوش لانه الجماعه ما منظماش هذا المهرجان منظمها جمعيه اخرى ولا سميتو ديك حقها حتى حنا اي جمعيه حقها الدوله بعدا تنظم المهرجان اليوم حتى رجعنا لواحد العاده قديمه اللي ما كانتش الصخيرات راها بغينا اننا نمشيو نجيبوا الفلوس نطلبوا الفلوس للمهرجانات اليوم راه حنا الجماعه خاصها تكون قادره خاصها تكون عندها الامكانيه علاش جينا حنا ولا لا جاو الاخوان علاش هاد السنين كلها الدولات ورجعت باش الانسان الصخيرات يكون عندها واحد يعني الا كانت تبوريضه مرحبا يا ريت انه يكون عنده واحد الميزانيه قاره سنويه وترصد لها بطريقه بطريقه ايجابيه وتكون لها ولكن نكون خارج ما نمسليش نجيو للدوره نداولوا اليوم حنا ما داولنا حتى فشي ما داولنا حتى فشي شي ميزانيه ولا شي قرار ديال ولا شي فكره ديال الفروسيه ولا فكره ديال التوريده جات اتفاقيه وهذا كنعتبروا حنا يعني حتى هذه الميزانيه اللي ترصدت على التوريده راه خاصنا راه تقريبا ما يفوق الالف ديال المواطنين ديال الناس اللي كلات وشربات يعني 1000 شحال غادي ترصد لها ديال الاموال وكانوا يعني المائدات اللي كانت يعني كاين المائده اللي فيها خروف محطوط في المائده يعني والماء بزاف عود الا جانا نرصدوا هذه الميزانيه منين ولو تكون من شخص كجماعه خصنا حتى نقولوها شحال اليوم خصنا نخرجوا نقولوها شحال تصرف على هذه التوريده وشحال وشحال تعطى للشربات وشحال شحال وشحال باش نكونوا مزال والا تسمى حمله انتخابيه سابقه او لا قبل الاوان ديالها هذا الامور حنا راه غادي نمشيو بغينا نشرعوا للقوانين ونشرعوا للمنهجيه السليمه في تدبير الشان المحلي ديال هذه الجماعه اليوم هذه الامور حتى كما قالوا الاخوان برنامج عمل الجماعه اللي كنا كنقولوا خاصو يكون جاي واللي خصو اليوم راه كان النهار اللي كانوا يعني الاستعداد للتوريده كان لقاء معدا حول هذا البرنامج العماله اللي ما جا حتى واحد جاو بعض المصالح اللي مشاو بحالهم ولكن ما جا حتى واحد يعني جينا القاعه وكانوا بعض الصحفيين اللي الرحيوي كان حاضر لانه كان حتى شي واحد جاو يعني فضلوا انه يمشيو يوجدوا واحد الارضيه اللي حتى المكان ديالها كان ليس لائقا غير لائق لمكان التوريده لانه كاين ديك الرائحه الكريهه كانت تعطى البلاصه ديال التوريده كانت رائحه كريهه ديال المخلفات الواضحه انه في هذاك المكان كان يجينا المجلس ونحدوا الاماكن ونديروا الميزانيات والمسائل اللي على غرار القاعه اللي دارت لها ميزانيه كنرصدوها للتوريده ويستافدوا الاخوان ديالنا جامعين لان يعني احنا راه ماشي ضد انه العمل ديال الرياضي ولا الترفيهي داخل الجماعه ولكن كاين اولويات داخل الجماعه اليوم كنا كنتظروا بهذه السنه اتشاف في المركز ديال الصخيرات اللي حالته كارثيه كنا كنتظروا من الباعه الجائلين الثانيه البلاصه ديالهم فين تباع كنا نتظروا من هذا التراكس اللي كانت هذا النيبلوز وهذا الجرافات اللي كانت كتجرف باش توجد المكان ديال التوريده كنا كنتمناوها تكون كتوجد الدور الصفيح وتوجد لهم الاماكن ديالهم باش على الاقل تكون التباشير الخير لانه كيقول لك شوف راه من نهار الاول كيموت المش راه ما يجيش اليوم الواحد دار السنه ويقول لك مازال واقيلا غندير راه من الاول كيبان العربون باين العربون ديال المجلس انه ما جايش باش يدبر وباش ينجز ويدير ما احسن كما تقال اليوم المسؤول الاول ديال الجماعه قال لك جابوني وكاين واحد التدبير 30 عام ديال سوء التدبير اولا ديال التعطل ديال الصخيره واش بهذه الكيفيه ديال التبوريده والكيفيه ديال الصفقات اللي دارت ديال سميتو غندبروا واش بهذه الكيفيه ديال التاخر ديال التفويضات اللي ما تمنحش المستشارين ولا الصفقات ولا لا 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 الامور ديال هاد الحوايج اللي تنجات واش هذا غندبروا فهذا ما غنتمناوه لانه كاين اليوم راه كاين برنامج كل حزب عنده نقاط ايجابيه لهاد الجماعه هذه يا ريت اننا نتشافوا بهذا كل واحد يحط النقط ديالو باش يمشي لهذا البرنامج العماله ديال الجماعه اللي خاص يكون اليوم راه هذيك البرامج الانتخابيه كلها كانت غير كذوب الناس هاربه من المصالح ديالها ما بغاش ترشح في جماعات اخرى خوفا على تضارب مصالحها مع مصالح الجماعه وجات لهذه الجماعه باش تدوز بعض الحوايج لانها هي دارت انا اول مره في حياتي كمستشار وبيني وبينكم والله الا ندمت والله الا بيني ملي شفت كنصحاب لي انا اي واحد كيجي
كيقول انا رئيس ديال كل شيء، وكنمشيو معاه وكنقولوا الايجابي الايجابي والسلبي السلبي، كنشوفوا الايجابيات اللي كانت كثيره كنمشيو. اليوم انا ما عرفتش علاش، لانه اليوم كتشوف تسعيه وكتلقى كيتمروا صفقات وكيتمروا حوايج الصحه بزمنك ضد الاخلاق العامه اللي مصالي ناس اخرين باغيين يردوهم واحد البرجوا باش يوجدوا الانتخابات الجايه. هذا راه عيب. اليوم كتلقى واحد خدام بخدمته كنزيدوا صفقه، علاش؟ حيت كان مرشح معايا كيعاوني من العبث ومن العار اننا تكون هاد الحوايج. اليوم درنا تبوريطه ماشي لاجل السخيرات، لاجل بلاد السخيرات، لانه لو كانت اجل السخيرات كون شاركوا فيها الفرق ديال السخيرات كاملين، كون شاركوا فيها يعني ديال الناس ديال يعني حتى دوك المطربين او الفرق الغنائيه او الفرق الفولكلوري او الفرق اي فرق لا رياض تشارك من السخيرات. اليوم لا، اليوم انا تعجبت، جيت للجامعه بغيت نمشي غير ندير مهنتي داخل هذا ما يسمى بالمهرجان، فانا دخلت راسي في واحد الجامعه اخرى، غاني داخل التراث ديال بلادي. هذا ما عرفتوش واش غنسميه، باش ما عرفتش واش غنسميه. بغيت انا بغيت نسول راسي، قلت واش انا في الصخيرات ولا في جامعه اخرى؟ لان لقيت المدبرين ديال هذا المهرجان ماشي من الصخيرات، مع احترامي لولاد الصخيرات. إذا كنا كنقبلوا على ربع ديال عروسنا هذا الشيء، فاحنا صافي نمشيو ونخلوا هذا الشيء يدبروا ويستاهلوا ما أحسن. الندم ما غايجيش اليوم، الندم غايجي من بعد مرور 6 سنين وأكثر، لأنه الرئاسة السابقة ديال أحمد الفقيه راه خلات هي اللي خلاتنا الواحد بعد الأمور اللي كتاخذ الغلة ديالها المجلس الحالي. كاينة دابا مشكور فقيه رغم أنه كان بوحده وكمل وجاب واحد من الحوايج اللي كيستافد منها اللي كاينين معنا ناس من المجلس. اليوم بغينا نعرفوا اشنو اللي غيدار، وهاد الكيفيه اللي دارت بها هاد الخروقات هادي واش ممكن غندبروا؟ راه اليوم التسياره ديال الجماعه انا غريب، ما كتبانش في الجماعه، انا ما عرفتش واش كتمشي بالبنزين، وديك البنزين شحال في ديال الازمه ديال كورونا وازمه ديال المطار وازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي التبعات ديالها راه بدات غلاء المواد البتروليه. اليوم كاين حنا بحالنا، حنا راه في مدينه فاضله، البطاله لا طرق لا ازقه لا باع بلاصتهم لا مقبره اللي هي الباب ديالها. حتى بغيتي نعرف شي حاجه كتبشر ونستاهلوا عليها ما احسن. اليوم رانا كنسول، ولكن كنتمنى الاسئله اللي غادا تجي من قبلكم، لانكم كلكم اغلبيتكم ولاد صغيرات، وحتى اللي ماشي ولاد صغيرات يتابعوا بشكل كبير جدا ما يروج داخل الصغيرات. اليوم حنا غنفتحوا الباب ديال النقاش معكم على هذا الاساس هذا، لانه ما غيتقال، وكلكم تبعتوا الدورات ديال المجلس، وكلكم تبعتوا الامور اللي مشات، انه اليوم كيقول لك اليوم راه الله يلطف، لانه اللي جاي اخطر واعمق. اليوم كيقول لك ما ملي كنقولوا راه كنتبجحوا بجهات عليا، كنعرف فلان ولا كنقولوا راه واحد الحوايج ولا كنعرفوا شي حاجه، راه كلنا كينتظر منا العمل والوالي، كينتظر منا الانجاز، كينتظر منا شي حوايج اللي تحيد هاد الحوايج. ما كنجيوش نقولوا كنعرفوا السيد العامل وكنعرفوا السيد الوالي ونديروا حوايج اللي هي خطيره، نديروا صفقات ندوزوها لذوي القربى والناس اللي عاونونا في الانتخابات، او نديروا التبوريطه بهذا الشكل هذا اللي هو معيب جدا، لانه كاين الناس في الصخيرات مشاو وعابوا وعيبوا على انه ما دار في الموسم ديال التبوريطه. حتى الكيفيه ديال جمع الاموال ولا كانت مجموعة، سمعنا بانه مشاو جمعوا يعني الفلوس من عند هذا الوزير وذاك، فراه حشومه صنعت الصخيرات تحسب عليها، وان الصخيرات كتنظم مهرجانات. الصخيرات مولفه تكون رائده في المجال ديال التبوريطه والمجال ديال الموسم ديالها، خصوصا الصخيرات كانت كتعرف الموسكا وكتعرف بانها قصر ملكي كاين فيها، وكتعرف حتى المناسبات اللي كتنظم كتكون قويه وكتكون مرصوده لها ميزانيه خاصه بها باش نكونوا كنعرفوا اشنو كنديروا. اليوم راه حنا ما بقينا كنعرفوا حتى حاجه كنديروها باش ندبروا الشان المحلي ديال هذه الجماعه هذه اللي ما جيناش اليوم باش نسكتوا، وما جيناش اليوم باش نتباعوا، وما جيناش اليوم باش نضربوا 7 سنين ولا 6 سنين في الصفر، لاننا هنا لا
حنا راه بغينا نحيدوا داك العهد اللي داز، ما عندناش حتى المصالح ديال اللي غادي نكونوا عليها اليوم. راه جايين الناس كيدافعوا على لا شيء، على اننا باغيين غير كنتبهرجوا كاننا سياسيين وندوزوا مرحله، فلا ما غاديش نوصلوا، لانه الامور اللي كاينه دابا واللي واقعه وتقع هي حوايج اللي كنتمناوها ما كنتمناوهاش شي جماعه. سوء تدبير ديال اول امتحانين حقيقيين لهذا الدخل الا مؤخرا، وهذا كيجعلنا في تاخر كبير عن التدبير ديال الشعب المحلي. كذلك برنامج عمل الجماعه اللي كان خاصو يكون لونسي، خاصو يكون واجد، ما كاينش، لانهم الناس كيبغيو يدبروا، لانه راه ماشيش حنا نلصقوا على الكرسي ونتبشحوا بالكرسي ونقولوا كنعرف فلان وفلان ونقولوا جابوني ونقولوا راه 30 سنه ديال التاخر. في الوقت اللي كاينين رؤساء ومستشارون يدبرون حاليا في التدبير، وتقال عليهم بانه 30 عام ديال التاخر. في الوقت اللي كاين العمال والناس كانوا 30 عام يعني شاهدين على هذا التاخر، فلا يعقل انني نجي كمسؤول ونضرب كل شيء ونقول 30 عام ديال التاخر. واليوم التاخر هو هذا، رجعنا للسينيه ورجعنا للامور باش ندبروا واحد النشاط اللي هو صغير اللي هو مهم اللي هو زوين كيشارك في الجميع، وندبروا بهذه الكيفيه اللي جاوا ناس من جامعات اخرى اللي دبروه هما، وخلينا نرجعوا المستشارين ديال صغيره اللور. وراء الغياب ديال المستشارين على ان نهار الافتتاح ديال المهرجان خير دليل، وانه خير رساله، لانه الناس ما كانش جماعه هي اللي منظمه المهرجان، وانما جمعيه او لا شي جمعيات المهم. الا جينا نشوفوا كنلقاو اي واحد كنسولوه في المستشارين صافي، الا كنسولوه كيقول لك انا مدير مهرجان، كتسول فين كيقول انا مدير المهرجان، كتسول الناس مدير، يسولنا شي سته الناس كلهم قال لك انا مدير المهرجان، ما عرفناش شكون هو مدير المهرجان بالضبط ديال الصغيره، لانه سولنا مستشاره قالت لك انا مدير المهرجان، سولنا مستشار قال لك انا مدير المهرجان، مستشار اخر، وسولنا ناس اخرين تما في المجتمع المقربين مديرين، ما عرفناش حنا، ما نعرفوش، نعرفوا غير شكون من يعطي الاستدعاء الدعوه، واش الرئيس، واش خسروا عندنا تليفون، السيده كتقول لك جيو تغداو، حنا مضروبين على الغداء، يعني جيو تغداو مرحبا بكم، وهذا حنا ما عرفناش شنو كن. اذا كنتمنى لكم الامور اللي غادا تدوز هنا، غادي نعطيو واحد الكلمه بسيطه، واحد الدقيقه، ولا سميتو الاخت صفاء التحقات اخيرا باش ندوز عندكم الاسئله ديالكم سميتو الاتجاريه.